مرحبا بكل متابعي برنامج ظهيرة الجمعة. من الجميل أن هنالك هواية تعبر عن مشاعر الشاب العراقي. اليوم راح نتعرف على الشاب الرابر أحمد تروي، خليكم ويانا. مغني راب أحمد تروي أدافع عن قضية بالعراق، أكو رسالة لازم نوصلها من خلال هذا الفن. نعم. أحمد، شلون تعلمت تغني راب؟ هو الراب هواية جتني من الطفولة من 2004. طب أول مغني راب سعودي طب للعراق، فمن وقتها قمت سابعة وبدت هاي المرحلة والحمد لله ما ظهرت ب 2007، يعني ظلت أتقوى. أنا من نوع ما عندي إمكانية ما كنت أقدم. ب 2012 شفت إمكانية إنه لازم أقدم للناس والحمد لله توفقنا لحد الآن من 2012 لحد الآن. تقريبا صار لك ايش قد بهذا المجال؟ تقريبا من 2012 لحد الآن تقريبا. عندك مشاريع بخصوص هاي الهواية مستقبلا؟ ان شاء الله اذا الله اراد هسه اقدم اشياء، يعني ما صايره بالعراق انه قدمت برنامج على وكاله اسمها اي ام بي، وكاله هذا كل اسبوعين تنزل لي حلقه تشرح عن معاناه موجود بالحياه، عن معاناه الشاب، عن معاناه كل شيء، يعني عن معاناه البلد همين. ومن ضمن اغاني الاربع دقائق وخمس دقائق اكيد همين بها رساله، هو هذا الفن في الرساله ولازم نوصل للناس كلها. اكثر اغنيه حصلت مشاهدات عاليه كان موضوعها عن شنو؟ اسمها ايس الامل، تحكي عن نبذ الطائفيه بالعراق وعن المهاجرين اللي ما حصلوا شيء من خلال هاي الاغنيه، لان وصلت انتشرت كلش انتشار قوي الحمد لله وشكرا، يعني وصلت هاي الرساله للعالم كله من خلال هاي الاغنيه. شنو اللي شجعك على هذه الهوايه؟ والله ضيم البلد، انه ادافع عن رساله العراق لا اكثر. اريد العراق يصير احسن بلد بالعالم، اتمنى كل انسان يتمنى، مو بس انا، هذا حكي روتيني للعالم. وإن شاء الله يا رب أصير مساهم جزء بسيط من هذا العالم من خلال هذا الفن. في بداياتك واجهت انتقادات أدتك نفسياً؟ لحد الآن انتقادات موجودة، لأن هذا الفن بصعوبة يوصل للناس، بس من تقريباً أكو فترة تترك، يعني أذت نفسياً تترك الفن، بس رسالتي هي اللي سيطرت علي وما قدرت أخلص، يعني خليتها أكمل وراء هاي يعني أنا لحد الآن أكو مضاعفات، أكو أكيد، لأن يعني هذا الفن صعوبة، كله صعوبة يوصل للناس إذا ما كان برسالة. عندك شخص بعائلتك عنده هاي الهواية مثل حضرتك؟ لا، بس إن شاء الله بالمستقبل أخوي الصغير راح أخليه يغني وكوتش مشروع، يعني راح تعلمه. اي هو علمته الحمد لله، صعد وياه استيجات وصعد وياه، يعني انه صار اول طفل عراقي غنرا، اخذت بيه انجاز واحده وقدم لي اغنيه انا وياه والحمد لله انتصرت. شنو تحب توجه رساله للي يغنون الراب بالعراق؟ هو الفتره هاي الفتره قلوا الحمد لله وشكر اقول، لان جت فتره كلش صار الراب كلش الياهل يجي يغني مثل ما نقول، والحمد لله استقلت كل من يوصل رساله من خلال هذا الفن يوصل رساله للعالم كله، احنا ضد كل شيء، احنا نبذ الطائفيه، نبذ كل شيء الحمد لله وشكر، نريد نطلع بلدنا بصوره صحيحه، وان شاء الله يا رب كلها تتجه الرساله، لا تتجه غير اشياء بهذا الفن خصوصا. سمعت عن تكميم الافواه انه اكو قانون اسمه حريه تعبير عن الراي، وهواي عالم قاعد تتاذى من وراء القانون، فنقول وياكم احمد عراقي بالجنسيه، قالوا عني عربي رغم عايش بالعروبه بس السمه لاجئ بي، قالوا عنا امه عدل لكن ما شفت العداله، اغنيتي فيها كلام جارح فتقبلوا هالرساله. وبعد ايش عندك؟ بعد سمعت يقول ما اريد اغني الحزن يمكن بالحزن لحيت، العصفوري هل هي اليمنى ومنى دطش بس شكليت، ان هالشمس ببتسمه ارضنا ان تضحك، نفرح بالنصر ما نحزن يا بلاد نضم جرحك. طيب يعني ايش كم اغنيه لحد الان مسوي من بداياتك؟ فيديو كليبات انا عد اكثر شيء، لان الاوديو من خلال فن الراب ما يوصل كلش للعالم. احنا هسه حاليا عندنا هاي المسلسله مثل ما نقول برنامج بسيط، هو ينقل معاناه شاب او معاناه بلد دقيقه واحده. هذا البرنامج فكرته اول مره يصير بالعراق، يعني فكره برنامج راب ما صايره، فمن خلال الحمد لله وصلت رساله لحد البارحه نشرت لي معاناه طالب العراقي انه يتخرج تلمة تالي يشتغل اعمال حره، مثلا يبيع شاي، يشتغل سايق. البارحه هي نزلت الحمد لله اجاها صدى كلش قوي الحمد لله وشكرا، صار لها يومين لحد الان بيجات مستمره بالنشر والحمد لله وصلت للعالم، وان شاء الله توصل هاي الرساله كلها. وشنو ببالك تريد تغني بعد؟ والله مواضيع هوايه، ان شاء الله هو هذا البرنامج موسمي، ومن عدا اغاني، اغاني عندي وحده داخل بيها اكيد الفنان تحياتنا عمر خالد ملوك الاحساس، اغنيه كلش قويه نازل بيها اخوي صغير والاعلامي علاء الربيعه والناصر ابراهيم. هذا الكادر كله كامل اول مره يصير، يعني طفل يغني راب وعمر خالد اول مره ينزل ويا مغني راب واعلامي اول مره ينزل ويا راب،
يعني شيء جديد. الكثير من الأشخاص لديهم هوايات، لكن الهواية التي تكون أكثر تميزاً هي التي تكون متعلقة بحب الوطن. أتمنى يكون هذا اللقاء نال إعجابكم. مع أجمل تحيات لكم.